إذا الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي يعود إلينا مرة أخرى. دكتور خالد إذا كنت تسمعني الآن، كنت أتحدث معك حول أن الجانب الاقتصادي هو جانب هام وهدف وغاية تسعى الدول الثلاث لتحقيقها، كيف يمكن لهذه الدول أن تحقق هذا الهدف؟ حقيقة في البداية خلينا نرحب بحضرتك ورحب بالمشاهدين، وبقول إن هذه القمة الثلاثية نتيجة أول زيارة رئيس مصر من 30 سنة إلى العراق، الهدف منها اقتصاديا في المقام الأول هو إحداث التكامل بين الدول الثلاث والعمل على زيادة التكامل التبادل التجاري بين هذه الدول ونقل الخبرات المصرية إلى العراق. شفنا العراق عبر السنين اللي مضت، شفنا يسيطر عليه ميليشيات، يسيطر عليه العنف بدون عندي تنمية حقيقية موجودة. أعتقد من أهم نتاج هذه القمة هو مشروع الشام الجديد وما يحمله من رؤية واستراتيجية بين الدول الثلاث، والعمل على هل يتم إدخال الدول العربية مستقبلا أم لا. أعتقد سيتم إدخال الدول العربية خلال الفترة القادمة، إنما هذه القمة هي لمواجهة التحديات الأساسية في المنطقة وإعادة الاستقرار الإقليمي وإحداث توازن للمنطقة والعمل على وضع رؤية لمكافحة الإرهاب اللي كان مسيطر على ميليشيات الحشد في الجانب الاقتصادي. يا دكتور خالد، بحكم الإمكانيات، بحكم الإمكانيات التي تتوافر في هذه الدول، هل يمكن تحقيق ما أشرت إليه من تكامل اقتصادي بينهم؟ التكامل الاقتصادي أعتقد أن وضع رؤية أن النهاردة مصر إزاي كيفية الاستفادة من الربط الكهربائي ووفر إنتاج الطاقة في مصر والعمل على الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق، بالإضافة أن النهاردة مصر أصبحت مركز إقليمي للطاقة ولديها مزيد وفرات من إنتاج الغاز. أعتقد أن الأردن ستكون سوق واعد للغاز المصري، بالإضافة لعندنا العراق في خط أنبوب يتم إنشاءه أو جاري إنشاءه بين العراق إلى مصر علشان إحداث هذا التوازن والاستفادة من الإمكانيات والمواد الأولية المتاحة لدى الدول هذه الدول الثلاث، بما يحقق المنافع الاقتصادية ويعود بالنفع على شعوب هذه الدول. التكامل الاقتصادي في معناه أننا إزاي أننا أقدر أستفيد من هذا التبادل التجاري، إزاي نعمل على زيادة، إزاي نعمل على زيادة الاستثمارات وتوطين مشروعات جديدة وإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع. ده بينتج بناء على استقرار أمني لابد أن يحدث في العراق علشان اعمل على زياده الاستثمارات وتوطين صناعات جديده. والموضوع المهم ربما في هذا السياق هو نقل الخبره والتجربه المصريه الرائده حقيقه في مجال في المجالات التنمويه بشكل عام، اقتصاديه واجتماعيه وبناء اساسيه وغيرها، سواء في الاردن او في العراق، بحكم ان السوق العراقيه تحديدا هي سوق تتسع وتستوعب كل هذه الخبرات والتجارب المصريه، وربما هناك شركات مصريه تعمل في هذه الاثناء في تطوير وانشاء بنى تحتيه في العراق. لأي حال دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلات.